السلام عليكم، معكم منير الحلوف، فنان تشكيلي من مدينة أزمور. الفكرة ديال الرايان هي فاجعة، ماشي فكرة، يعني نورمالمون كاع المغاربة تألموا ليها وكاع العالم عاش هذيك اللحظة اللي كانت صعيبة. صعيبة يعني على واحد الطفل اللي صغير، وأنا بدوري خمس أيام ما نعستش. نهار اللي سمعت خرجوه كنا فرحنا، ولكن بكينا في نفس الوقت ملي سمعنا خبر الوفاة ديالو. هذاك النهار ما بغاش يتنسى ليه من البال. دونك هذه ثلاث ايام وانا كنفكر اليوم غدا انني غادي نرسم رايان، غادي نرسم رايان. في اخر المطاف كنلقى راسي كنرسم في رايان، لاننا عمرنا ما غادي ننساوه. عمرو غادي يبقى، يعني بقاش واحد المكانه عنده في قلبنا كاملين. بصراحه ما صعيب باش انك تعبر على هذا الاحساس. حاولت انني نرسمه هنايا في هذا الحي الشعبي، لان نظرا لان رايان يعني من واحد الطبقه اللي شعبيه. حنا كنشوفوا بزاف ديال رايان معنا هنايا، وليدات صغار اللي كنتمنوا من المسؤولين انهم يفكروا في الطفل ويحاولوا يصايبوا شي ساحات فين يلعبوا، ولا شي منتجعات فين يلعبوا هاد الوليدات، وفين يلقاو الطاقه ديالهم، فين يتلقوا دوك المواهب ديالهم، خير ما انهم يمشيو لشي بلايص اللي غتادي بهم للخطر ديالهم. وكيف ما شفتوا هنايا، انا حاولت نرسم رايان بالضبط في هذا المكان، لانه كيف ما كتشوفوا تحت منه سقايه. دونك اللي جا غادي ياخذ الماء، غادي يشوف الصوره ديالو، غادي يدعي له بالرحمه. وكذلك في الجهه المقابله كتلقى في مسجد، يعني انفو غادي يخرج الانسان من المسجد كيشوف الصوره ديال رايان كيتفكروا كيدعي له بالرحمه. هادشي اللي هادي الرساله اللي بغيت نوصل لها. والحمد لله دابا اللي كيدوز من هنايا كيشوف كيقول الله رايان الله يرحمه مسكين. بصراحه يعني رايان ما خصو حتى فين ما مشينا خصنا نتفكروا هذاك الوليد، وفين ما مشينا خصنا حنا نستحضروا الصوره ديالو. اللي كنظن اللي كنطلب انا من جميع الفنانين اللي كيمهنوا الفن التشكيلي انهم يحاولوا يخصوا اعمال ديالهم. مؤكد ان كاع اي فنان، لان انا ما غاديش نقدر نقول لك الاحساس اللي كنعيش به، لان الفنان حساس موحد درجه لي بزاف. دونك اي فنان عاش في هذيك الظرفيه وشاف هذاك الحاله اللي وقعت، اكيد انهم كلهم خصوا ليه عمل ديالهم، وكلهم غادي يلقاو رايان في الاعمال ديالهم. لا هادشي ما خصوش يكون بهذه الطريقه. ما خصش الانسان يفكر بهذيك الطريقه، لان هذه مصيبه. ورايان والديه ما يعني الام ديالو الا جيتي تشوفها كتلقاها مسكينه لحد الان باقا مصدومه، يعني باقا ما متوقعاش ان راه ولدها مشى. وهذيك الحاجه اللي عاش فيها رايان والحاله اللي عاش فيها ما كتبغيها حتى شي واحد. راه انا كبير انفو تسد عليه، انسان كبير كنقول لك، وتسد عليه في شي بلاصه اللي مظلمه راه ما غاديش يقدر يكمل. دونك ما بك انك تشوف دري صغير في ديك الوضعيه. يعني ما كننصحش ان الانسان اللي كانوا كيتاخذوا بحال هكا راه كيفكروا، يعني خصهم مستشفى امراض العقليه بصراحه. الا كان كيفكر الانسان انه يسمح في ولده بحال هكاك، ما كنظنش شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.